المباركات الناميات الخالدات على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إهداء إلى السيدة خديجة أم المؤمنين وإهداء إلى أبنائها الطاهرين وابنتها سيدة نساء العالمين وإلى النبي وأمير المؤمنين ولقبول الأعمال واستجابة الدعوات ومزيد التوفيق ندعو لمولانا الإمام المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجه واجعلنا من شيعته وأنصاره وخدمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وأعتدنا لها أجرا كريما. قطع من الآية الشريفة بلي لعله غاب عن ذني وتعمل صالحا يضاعف بلي لها الأجر ضعفين وأعتدنا لها أجرا كريما. على كل حال الآية واضحة خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يقنت منكن قسمهن إلى قسمين. من يأتي منكن بفاحشة مبينة اللي في رواياتنا ورد الفاحشة شنو؟ خروج على الإمام. فاحشة عند البعض في يومنا هذا اصطلاح نعوذ بالله الامرأة الغير الصالحة، لكن في اللغة العربية لغة القرآن بل المعاصي أقسام، بعضها متجاوزة عن الحد في المعصية في الطغيان في فعلى كل حال من يأتي منكن بفاحشة فاحشة خروج على الإمام في رواياتنا على الإمام الذي فرض الله عز وجل طاعته وأولي الأمر منكم. طبعا عدة آيات في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما في سورة التحريم، فعلا لا أريد أن أدخل في هذا التقسيم، جدا مهم الالتفات التأمل تدبر أفلا يتدبرون القرآن في هذا الموضوع اللي بل تقسيم إلى قسمين. ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. على كل حال
بليل. فيمدح الله عز وجل هذا القسم من نساء النبي صلى الله عليه وآله: من يقنت منكن لله ورسوله. القنوت في الاصطلاح الفقهي هو هذا العمل المستحب المؤكد في الصلاة، رفع اليدين والدعاء بعد الحمد والسور من الركعة الثانية قبل الركوع، وقد ورد في ذلك فضائل مثوبات. يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أطولها قنوتا. صلاة اللي قنوت أطول استحباب، في استحباب، استحباب إطالة القنوت في كل صلاة. هنام حديث عندنا فتوى هم على الحديث: كل القنوت، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، جهرا. حتى في الصلوات الإخفاتية مستحب الجهر، مستحبها. يعني إذا واحد إخفاتاً لأجل أمره، واحد نايم ما يريد مو صحيح يوعي مريض كذا، على كل حال لأجل أي أمر يريد أن يخفت. نقطة أخرى أكو هنا: لا يصير حياء. بعض الأحيان إنسان يريد بل يعمل عمل صالح يستحي من الآخرين، من الحاضرين، بل أو يخاف أنه يصير رياء. حديث عندنا بأن لا تدير بال للحياء لاحتمال الرياء، توكل على الله واعمل هسه عملا ملتفت، أو صفة عملي مثل الجهر. على كل حال، فبل القنوت حديث عن الإمام الصادق عليه السلام موجود في وسائل الشيعة. بالنسبة إلى الجهر والإخفات في أذكار الركوع والسجود والتشهد مخصوصا، حديث عندنا لتخير مخير الإنسان، فتوى هم على هذا الحديث. بل أي صلاة كان جهرية أو إخفاتية، ذكر الركوع والسجود والتشهد مخير فيه، لكن ذكر القنوت مستحب الجهر. هي لكلام الحديث الإمام الصادق عليه السلام. ليش جهر؟ ليش إخفات؟ كذا؟ إذني خارج من دائرة علوم البشر، متصلة بالوحي، لأن إحنا ما نعرف هذا الجهر إخفات وأمثال ذلك. شنو أثره في هذه الدنيا؟ شنو أثره الأهم في الآخرة؟ هذه الخصوصيات العبادات كلها إلها آثار في الآخرة. منو من البشر غير الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام، منو يعرف بالآخرة شي يفيد، شنو ينفع، شنو يضر آثار هاي العبادات في الآخرة؟ فلذا المؤمن مسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسليم لما أمر الله عز وجل، هذا شيء عقلائي عقلي هم التفت، وجدا ممدوح أن الإنسان يكون مسلم في الأمر الذي يحتاج إليه إلى من له علم ذلك الأمر. شلون المريض مسلم للطبيب؟ طبعا قياس جدا مع الفارق. على كل حال، تسليم لأمر الله خالق السماوات والأرض، هذه الكواكب، مجرات، مليارات، هناك ملتفت
وما فيهن وما بينهن من العجائب والغرائب، عالم كله مخلوقات عجائب وغرائب. فالإنسان وين وين علم خالق السماوات والأرض وما بينهن؟ فلذا عقل يقول سيرة العقلاء أيضا تسليم لله عز وجل. على كل حال فبلي بالنسبة إلى القنوت، لنطلع من بطلب من الموضوع. القنوت، القنوت معناه الاصطلاحي الفقهي هو هذا العمل المستحب المؤكد اللي في الصلاة. بلي قنوت لغة، قنوت في اللغة اللي استعمال القرآن الكريم للكلمات استعمال لغوي، إلا موارد يسيرة اللي دليلي يصير خاص. بل حتى الاستعمالات المجازية أيضا هذا ناحية عرفية مو اصطلاح يعني خاص. على كل حال فالقنوت في اللغة ملازمة العبادة، ملازمة الطاعة. ومن يقنت منكن لله ورسوله، ملتفت قنوت ما شايف عن مو بالي لا في القرآن ولا في الأحاديث. قنوت يضاف إلى غير الله عز وجل، يعني مثلا بلي أي يا أيها الناس أقنتوا مثلا لوالديكم مثلا أمثال ما ظاهرة أنا مو بالي ماكو. لكن هنا خصوص الرسول، ومن يقنت منكن لله ورسوله، يلازم طاعة الله وطاعة الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللي هم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. والآية قراءة داخلية وخارجية تدل على أن أولي الأمر هم المعصومون. أمر مطلق، ملتفت أمر مطلق بالطاعة في كل شيء. الله عز وجل غير المعصوم، يأمر حكمته تقتضي أن يأمر بطاعة غير المعصوم، بل مطلقة عقلان بالإضافة إلى الحديث الواردة. ملتفت ومن يقنت بل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، دليل على أن أولي الأمر هم المعصومون. هذه القرينة الداخلية بالإضافة إلى القراءة الخارجية أحاديث اللي عندنا في تعيين أولي الأمر من هم أولي الأمر. على كل حال فبلي ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، وتعمل صالحا اللي هكذا بلي بلي نؤتها نؤتها بعد مرتين نؤتها أجرها مرتين، يعني مضاعف نؤتها أجرها مرتين. مثل ما بلي اللي بالنسبة إلى نساء ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، من الناحيتين يضاعف لها العذاب، عذاب مضاعف. بل القنوت والعبادة ملازمة العبادة والطاعة لله أيضا ثوابه مضاعف، ثوابه مضاعف. ملتفت نفس هكذا شيء أكو بالنسبة إلى السادة، غير السادة خلي يلزمون يمسكون آذانهم لا يسمعون. عن الإمام الرضا عليه السلام لمحسننا ضعفان من الأجر ومن الثواب، ولمسيئنا كفلان أو كفلان وضعفان واحد مكان الثاني. على كل حال من العقاب قضية النسبة إلى خاتم الأنبياء محمد. الله صل على محمد.
شقراني كان جده عتيق رسول الله صلى الله عليه وآله، كان بزمان الإمام الصادق شقراني، بل جده كان عبد النبي صلى الله عليه وآله اعتقه، كان عند شغلة عند الحكومة ملتفت، إجا عند الإمام الصادق عليه السلام ليشفع له. هذا كان عند فرد معصية، شو المعصية ما أقول. على كل حال الإمام الصادق أخذ بيده قال له الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، لقربك أو لمنزلتك منا أهل البيت، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح. أنت جدك عتيق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هذا يجري في السادة في زواجات النبي صلى الله عليه وآله، وحتى في الذين أنعم الله عليه عز وجل عليهم بمثل شيء كذا كرامات إكرام كذا. على كل حال فبلي زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهن خيرات عابدات، لكن أفضلهن السيدة والدة الزهراء جدة الأئمة الأطهار، بلي 11 إمام، السيدة خديجة إهداء إليها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي أحاديث كثير بالإضافة إلى الآية الشريفة لستن كأحد من النساء، أي نقطة هم أكل أبأس أذكرها في هذه الآيات، في ضمن هذه الآيات سورة الأحزاب، ولا تخضعن بالقول، تردد حصل يخضعن ظهراً تخضعن لأن خطاب إيه، فيطمع الذي في قلبه مرض. ظاهر في هذه الآية الشريفة بعض الموارد كلام إلى ظاهر، لكن إن تأملت مقصد بمراعاة قراءة نشوف معنى ظاهر آخر، مو تأويل مو باطن، معنى ظاهر آخر. هسه الظاهر من هذه الآية يعني من تحجون ويا تتكلمون ويا رجال أجانب بصوت رقيق من نفس صوت المرأة، هو معلوم غير صوت الرجل، الله عز وجل للحكمة البالغة اللي عنده جعل هذا، وهذا امتحان بليته رقة الصوت على حكمة جدا مهمة وامتحان. على كل في بعض الموارد تشوف المرأة أكثر ترقق الصوت، نهي لنساء النبي من هذا الترقيق طبعا، وبالملاك بل بعلة الحكم يشمل غير نساء النبي. فيطمع هذا التعليل، فيطمع الذي في قلبه مرض، هو هذا الظاهر يعني افرض نفسه مو مهذبة يميل إلى المعصية سريعة في قلبه مرض، لكن إن هذا بعنوان الاحتمال أذكر، وإن كان العلم يساعدني إذا شفت واحد من العلماء مفسرين العظام قالوا بهذا الكلام بقوة قلب أذكرها، وإن كان قلت العلم يساعدني لا يخضعن بخضوع بالقول مطلق، أحد أفراده تليين الصوت ترقيق الصوت، خضوع في القول ملتفت يشمل أنه الإنسان إذا رجل أو امرأة يتكلم فرد شكل اللي المخاطب عنده فرد هدف خاص
يظهر المتكلم أنه أقبل كلامك، أقبل مطلوبك، شيء اللي تريده أنا حاضر. فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا هم مطلق. مرض الشنو؟ مرض ناحية الجنسية، هذا واحد من الأفراد. ما عندنا مقيد، قلت بأنه علم يساعدني من ناحية الأخذ بالإطلاق. إذا واحد مخصوصاً اللي خارج المجلس من أهل الفضل كان عنده إن ومن، خلي يوصل إليه. ما شفنا مقيد لا لخضوع بالقول ملتفت، ولا لي في قلبه مرض، ذاك المرض اللي المنافقين عندهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا مو المرض الجنسي، حب الرئاسة، حب المقام، حب الشهرة، حب الجاه، مرض معصية، مخالفة أمر الله عز وجل، طلب الرئاسة. قالوا لهم ليش اجيتوا للبصرة ثنينها؟ ليش اجيت؟ قالوا سمعنا فلوس اكو هنا، اجينا للفلوس. تاريخ موجودة، حب المال مرض. كل الامراض الآية الشريفة مطلقة، لا تحجن فرد شكل اللي بلي ذاك اللي بقلبه مرض اي مرض كان يطمع ويجعل كنا ملتفت وسيلة جسر للوصول إلى المآرب. على كل حال، فبلي زوجات النبي بهن فضيلات، أفضلهن السيدة خديجة سلام الله عليها، عظمتها بلا مبالغة، والمرء عما قال مسؤول، أكثر من أن نستطيع أن نتصور. هذا قبل كم لم في واحد من اللي بحثنا عنهم قلت هنا بعد هواية أوضح، كل واحد يقدر يلتفت إلى هذا المعنى، ملتفت بالنسبة إلى السيدة خديجة سلام الله عليها، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ملتفت أجرها صي مضاعف جدا. هذا يحتاج إلى التأمل ليعرف عظمة منزلتها من هذه الآية. آيات أخرى أيضا أكو ملتفت، بالإضافة إلى الأحاديث الواردة. واحدة من الأحاديث، عدة روايات عدنا بالنسبة إلى فضليات النساء في العالم في البشر، اللي أحاديث متعددة، كأنما النبي صلى الله عليه وآله كرر خير النساء أربعة، خير نساء الجنة أربعة، ما كمل من النساء إلا أربعة. وأحد الأحاديث لفظ هذا: الجنة تشتاق إلى أربعة من النساء، إلى أربعة، الجنة تشتاق إلى أربعة من النساء. من هن؟ مذكور في الحديث أولهن السيدة خديجة سلام الله عليها، ثم الزهراء ابنتها سلام الله عليها، ثم مريم وآسية عليهما السلام. التفت إذن الأربعة. نفرد سؤال سئلت عن بعض الموارد، هذا مذاكر جوابه، لكن خو إذا نسألكم الإفطار شنو أكلتوا، ربما بعضكم ناسي، فكيف بالشيء اللي ما أدري قبل كم سنة أذكرت ما كمل من النساء إلا أربعة وأمثال ذلك.
هذا أكو عندنا نساء جدا أفضل من بعضهن. مثلا العقيلة الصديقة الصغرى زينب الكبرى إهداء إليها الصلوات. بلي قطعا أفضل من بعضهم شوية ربما لازم يلزم قلبه، أفضل من آسيا ومريم. حتى شايف بعض الفضلاء شوية صعبوا عليهم، حديثنا صعب مستصعب، شلون مريم كم مكان في القرآن الكريم الله عز وجل ذكر اسمها، شلون بلي سيدة العقيلة أفضل منها. هذا ضعف في الاستدلال أو خطأ، مو ضعف في الاستدلال، استدلال خاطئ. هل ذكر الاسم في القرآن صالح أو طالح؟ ذك تكرار الاسم يدل على الأفضلية، عقلين عقلاءين عرفين، حكمة تقتضي بلي ذكر اسم مريم مرارا، حكم متعددة. إذن كل زين بالتفاسير هو ما مو مذكور مثل حكم هذه الأمور، لكن خب حكم موجودة عند التأمل ومراجعة الأحاديث وكذا يعرف بعض أقلا بعض الحكمة في ذلك. هسه ما أقول الشيطان مثلا بل إيش قد الله عز وجل ذكر اسمه في القرآن، لا، نجي بالنسبة إلى أولياء الله أنبياء الله، ذكر إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام في القرآن أكثر، يذكر اسم خاتم الأنبياء محمد. ذكر إبراهيم أكثر، يعني إبراهيم أفضل من النبي. وأمثال ذلك أدلة كثيرة عندنا في دحض هذا الاستدلال أنه مريم مثلا أكثر ذكرت في القرآن. بلي فإذا كذا، وإلا قول دليل جاري في نسبة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، نفس اسمها هما، لكن شلون آيات عظيمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، مو عنكن الرجس، عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالنسبة لمريم ملتفت، هل خصوصية عيدنا صحيح يا بلي بالنسبة إلى مريم مثل هيك خطاب أكو، لكن خصوصيات هذه الآية صرف مشابهة في الكلام اللي صار به الخطاب في الخطاب مذكور، مشابهة ما يصير دليل. على كل حال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الأجر الرسالة. درس التفسير يمكن ما لي 10 ليالي إيش قد كنت بلي أبحث في دلالة هذه الآية إلا المودة في القربة على إمامة أهل البيت، عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هو بالنسبة لمريم أكو أجر رسالة رسول الله، محبة حب مريم، وأمثال ذلك متعددة في القرآن الكريم، في القرآن. والدليل استدلال لازم يصير استدلال صحيح مو خاطئ. إيش قد بالإسلام في الفرق الإسلامية استدلالات خاطئة، شوية هو إذا يفكر وينصف يعرف بأن دليل باطل خاطئ. على كل حال حتى فينا جماعتنا اللي يستدل للتقليل من فضائل أهل البيت عليهم السلام ربما ببعض الآيات متعددة، إذا هو ينصف يتأمل يرى خطأ مو ضعف استدلال، أصلا استدلال خاطئ ما يصير دليل لمدعاه.
جدا مبين أنا هذا المعنى لازم نكرر، لازم نشوف الدليل حينما يستدل لشيء، الدليل علميا حتى عرفا دليل صحيح أو لا. على كل حال فالسيدة خديجة حديث أكوف من هذه الأحاديث لا أنسى جواب هذا قضية العقيلة وأمثال ذلك، لكن فعلا أذكر هذا المطلب أنه في أحاديث أفضل النساء خير النساء خير نساء الجنة ما كمل إلا أربعة، بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها أقف بحديث أو أكثر من حديث من هذه الأحاديث، والأربع والثلاثة غير الزهراء يوم القيامة أمامها كالخدم لها، مثل الإسهي ولفظ الخدم ما يعطي معنى الخدم. مرحوم شيخ الإسلام حسين النجفابادي ملتفت عنده قصيدة في فضل الزهراء اللي دائما أقرأ من أبياتها، سقى الله أنفاسي من السلسل العذبي، موجود القصيدة في الكوكب الدري المرحوم شيخ مهدي الحائري رحمة الله. شيخ مهدي الحائري أيضا قدر مجهول خطيب كان، لكن هو عالم ما أقول فقيه جدا، من خطباء كربلاء كان. أنا ما أدركت مرحوم الوالد رحمة الله عليه كان، بل يقول قعدت تحت منبره. على كل حال التأليفات جدا مفيدة عنده في المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام وكتب في غيرهم، يعني في بقية فضائلهم ومناقب بهم، بل الكوكب الدري في أحوال الزهراء والوصي والنبي معالي الصبطين الحسن والحسين نور الأبصار، في بل بقية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وماذا كان في بقية. لكن على كل حال يعني 14 مارس هدية الأبرار عنده غير عنده. على كل حال هناك ذاكر ما شفت مكان آخر هذه القصيدة في، على كل حال هناك يقول هي الشمس قدرا الزهراء سلام الله عليها والأشعة ساتر بخدمتها حور الجنان تفاخر لها جاريات مريم ثم هاجر جاري، هذا مأخوذ من الحديث من الأحاديث المعتبرة، لها جاريات مريم ثم هاجر بل هي الشمس. على كل حال مقصودي أنه سنجي بالنسبة جواب ذاك السؤال أنه ما كمل، سأخذ هذا الحديث من النساء إلا أربعة، ما وإلا هذا يفيد الحاصر، ما بل يفطر الصائم إلا كذا يفيد أذن، يعني حاصر في مفطرات الصائم هذني هاي الأمور أو ما وأمثال ذلك بالأحاديث لعله في الآيات عندنا، ما وإلا ما كذا إلا كذا هذا يفيد الحاصر. الحاصر حصر الحكم في الموضوع هذا نتيجة عموم شمول، ما كمل من النساء إلا أربعة يعني حصر بلي عموما بل كل النساء مكاملات، التفت مكاملات يعني مو معصومات مو يستفاد من ما وإلا هذا الحاص، هذا الحاص يستفاد منه عموم. من وصل للعموم وصل شاطئ العموم، ما من عام إلا وقد خص، شقد عمومات لعله ماكو عموم إلا في صفات الله وشيء اللي مرتبط بالله عز وجل، مطلقات ما عدنا بلا تقييد، عمومات
ما عندنا بلا تخصيص. أكو إذا أكو نادر أنا بشكل قاطع ما أقول. عمومات غالبا تخصص من هذا ما وإلا. شيء اللي أقول مخصص على دليل على التخصيص إما متصل بالكلام أو منفصل، ذاك يسموه قرينة متصلة وغير يسموه قرينة منفصلة. لذا الفقيه ما يقدر يفتي إلا أن مضان مضان ملتفت القرينة المخصص المقيد كلها لازم يراجع كلها، يعني الروايات الوسائل تحرير الوسائل، هذا شرح الوسائل اللي أقوله وياي المرحوم الحر العامل. على كل حال بلي الوسائل مستدرك الوسائل جامع حديث الشيعة، إذن يقول لازم يراجع إن إذا ما شاف مقيد مخصص ذاك الوقت يقدر يفتي. فهذا بالفقه بأمور الفضائل ما هكذا. شقد عندنا أدلة بل الدالة بالدلالة المطابقية على أفضلية العقيلة، وشقد إذا شنو الأدلة أيام بل في أكثر في محرم وصفر بينا مقدار ويبين مقدار آخر عمر كان. على كل حال وأدلة بالدلالة الالتزامية من جهات متعددة، العقيلة أفضل من مريم من آسيا ملتفت من أبوها أمير المؤمنين، أي فضيلة وإن كان فضيلة معلقة مقيدة محيثة موجهة كما ذكرت سابقا، لكن تحققت هذه الفضيلة. من جدها رسول الله، من أمها الزهراء، آسيا عندها أم مثل الزهراء، ثم عبادات العقيلة زينب كم من وكيف، آسيا عندها عبادات مثل عبادات مريم، عندها عبادات مثل عبادات العقيلة زينب، ثم مواقف لحفظ الدين حفظ دين الإسلام أفضل الأديان، منو كان عنده مواقف، مريم عدها، آسيا عدها، وأمثال ذلك. هذا أنموذج يسير من أدلة أفضلية العقيلة سلام الله عليها من ملتفت على هالثنيان. إسا إذا تسألني العقيلة زينب أفضل جدتها سيدة خديجة سلام الله عليها، هذا فعلا ما أجاوبك. على كل حال سيد فعلا كلام في السيدة خديجة، الجنة تشتاق إلى السيدة خديجة سلام الله عليها. إحنا كلنا نشتاق إلى الجنة إذا عقيدة عدنا، وإحنا الحمد لله عدنا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة الحق على العقيدة اللي هي. على كل حال فتشتاق الجنة إليها، هواية مقام عظيم بالرجال. ما أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله الجنة تشتاق إلى أربعة من الرجال، راحوا عد واحد قال له بلي روح اسأل من النبي بلكت أنت تصير واحد منهم، قال أخاف أن لا أصير منهم أفتضح. راح وعد الثاني أنت روح اسأل، قال نفس الكلام. إجا وعد أمير المؤمنين عليه السلام قالوا له اسأل من النبي، قال أنا أروح أسأل إذا كنت منهم أشكر الله عز وجل، إن لم أكن منهم أسأل الله أن يجعلني منهم، ما بمشكلة. على كل حال فإجا سأل من النبي صلى الله عليه وآله، قال الجنة تشتاق أولا إليك يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إلى سلمان
وإلى مقداد وإلى أبي ذر. عمار وين راح؟ هم جوابك، لكن بعد الوقت ينتهي. على كل حال شبيه جواب اللي قبل شوية ذكرت. على كل حال فجنة تشتاق إلى أربعة من النساء: الزهراء سلام الله عليها، سيدة خديجة، مريم، آسيا. ملتفت بالي فهذا العرفان، هاي المعرفة، مو العرفان يقول لك، ذاك العرفان اللي يقول لك الجنة والنار شوك طريق السالكين مرفوض قرآنين حديثين عقلين عرفين عقلائيين. على كل حال بل اسعى أن توصل في هذه الجهة، على ما في حديث بعد وقت ماكو أذكر الحديث، ملتفت في حديث يستفاد أنه غير المعصوم أيضا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، يا درجة، بحيث مو أنه فقط هو يحتاج يشتاق إلى الجنة، بل الجنة أيضا تشتاق إليه. غير المعصومة ممكن، منو بالحديث وارد كم طائفة، خلي إن شاء الله توفيق كان في المستقبل، مخصوصا كل الطوائف الستة، ست طوائف ذولا من المؤمنين كلهن مو بالي، لازم أراجع. هذا يمكن قبل أكثر من 50 سنة مطالع هذا الكتاب اللي بهذا الحديث الشريف، مؤلفة عالم جليل من علماء أصفهان. على كل حال إن شاء الله أراجع وفرد ليلة أذكر لكم منو هذول الستة طوائف اللي جنة تشتاق له، لكن اشتياق الجنة على قول المنطقيين كل مشكك، يعني اشتياق الإنسان قد يشتاق إلى أشياء، لكن اشتياق إلى بعض ما يشتاق إليها هواية أكثر اشتياقه. فالجنة اشتياقها إلى هذول الأربعة، ذاك من بعدهم الستة بعضهم اشتياق الجنة إليهم هواية أشد. وين اشتياق الجنة إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو اشتياق الجنة إلى مثلا آسيا؟ واي فرق شاسع، فرق جدا، الفاصلة كثيرة. على كل حال شنو نقول في عظمة السيدة؟ مع الأسف بعضنا ملتفت، بلي بعضنا ما نعرف السيدة خديجة كما ينبغي. مجلس كان عندي في قوم حوزة العلمية عد المرحوم، كل يزن ذكره مرحوم سيد عبد الصاحب اللنقرودي، هو اسمه سيد مهدي لكن لشدة حبي لصاحب الزمان هو سمى نفسه سيد عبد الصاحب، جدا كان مدافع جواب الشريعتية واللي ينكرون دعاء الندبة وكذا، بل ألفوا بعض تأليفاته مطبوعة، حتى عنده شرح على المكاسب، فقيه جليل كان رحمة الله عليه، دائما كان بلي يدعون. فللمرة أوائل اللي كان يدعوني شيخ آخر هم كان يقرأ، يعني خطيبين يعني هناك خلون خطيبين يعني. على كل حال خطيب كان شيخ قبلي كان يصعد المنبر، قال في فضل السيدة خديجة ما عدنا إلا حديثان ومصيبتان. شاو هالكتب هالأحاديث المعتبرة، ملتفت كلام آخر من مورد آخر سمعت من سيد، ذاك مو خطيب ولا أهل العلم، قلت هذا صوتي أنا وأمثالي، لما نذكر فضائل هذول الأطهار مثل السيدة خديجة وأمثالهم بلي سلام الله عليهم، أو قليل نذكر. إيه على كل حال أحاديث إلى ما شاء الله في عظمة السيدة خديجة. جبرائيل
حينما نزل مع النبي صلى الله عليه وآله من المعراج، من وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: عندك حاجة في الأرض؟ قال: لحاجتي، حاجة جبرائيل، حاجة جبرائيل، حاجتي أن تبلغ سلامي من قبلي ومن قبل الله إلى السيدة خديجة سلام الله عليها. الله يرحم الحر العامل في أرجوزته يقول: زوجاته خديجة. يعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله، فرتشم بيت في أول السيد في فضل السيدة خديجة: زوجاته خديجة وفضلها ينبئ عنه بذلها وفعلها. أموالش قد كانت عده، إذا نقول أثر الناس رجالا ونساء في مكة ما قلنا جزافة. وهي ذاكرين بعد ما أريد أذكر وقتها بليل، بعضهم ما يتحملون هل قد يعني ثروة كان عندها. إيه على كل هاي الثروة بذلتها في سبيل خدمة رسول الله لإعلاء كلمة الإسلام، مو الإسلام اللي شهادتين فقط، إسلام بالمعنى الآخر اللي القرآن الكريم أكثر موارد استعمال الإسلام، مادة الإسلام مسلمين أسلموا كذا في هذا المعنى، معنى اللي يسلم وجهه إلى الله أكبر أعلى من المؤمنين، يعني من أفضل المؤمنين. على كل حال بذلت أموالها كلها في سبيل إعلاء كلمة الدين، كلمة الله، خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله. بل خديجة وفضلها ينبئ عنه، عن الفاضل، بذلها وفعلها. بنت خويلد الفتى المعظم، لأن بعضهم التاريخ أيضا جنى على والد السيدة خديجة. ذنب شنو؟ والد السيدة. اللي ذنب سيدة خديجة شنو؟ أنها أم الزهراء. التفت. على كل حال بلي، فأبيات عنده في فضل السيدة خديجة: لها من الجنة بيت من بلي. على كل حال يذكر فضائلها في أبيات من الشعر. حر العامل رضوان الله عليه كان فقيه، قل من في الفقهاء مثله من كمالات، من كمالات. خب أخباري أخباري، لكن مو معنى أخباري ها مو يخباري، الأخباري ملتفت من رأي العلماء يجوز الاقتداء بالأخباري في الصلاة. أخباري الواقع، أنا أخباري مو اللي سود يصخم وجوه الأخبارين. على كل حال يفتون نعم ملتفت. على كل حال فهبلي عظمتها جدا كثير حينما توفيت السيدة خديجة. زهراء جعلت تبكي بكاء شديدا تلوذ برسول الله. هذا حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، شيخ الصدوق يروي من مئات الأحاديث في فضلها. تلوذ برسول الله: أبا أين أمي؟ أين والدتي؟ جبرائيل نزل ليسلي الزهراء. قل لها: يا رسول الله، الله عز وجل يقرئها السلام، يعني يقرئ السلام الزهراء سلام الله عليها، ويقول: إن أمك في الجنة بين مريم وآسية. ملتفت: ولها في الجنة بيت من قصب، عمده من ذهب، حيطانه كذا من لؤلؤ. إيه صفة ذلك. زهراء سلام الله عليها قالت: إن الله هو السلام
ومنه السلام وإليه يعود السلام. تسلت بتسلية الله لها. الزهراء تبكي على أمها، الله عز وجل يسليها، لكن هي حينما تبكي على أبيها رسول الله والمصائب الواردة العظيمة عليها من البشر، من سلاها؟ الله أكبر. غريبة في أمة جد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. الله أكبر. ما إجوا يسلوها، جان الصهاكي وشياطين وياهم حطبهم شاي. نشتش عندك جاي لينا، كل يوم قلب مروعين وحدنا بعزانة دخلي. من شافني لما بلي جاء زرق عيني عصرني ومن استاق. الله أكبر. الزهراء سلام الله عليها بلي تبكي على أمها، الله عز وجل. هل وصيتها سيدة خديجة هم أذكرها؟ بلي حينما دنت منها الوفاة، النبي صلى الله عليه وآله قال لها: أوصيني بما أحببتي. قالت: هيا رسول الله، أول وصية تجعلني في حل. بلي سنين كنت ببيتك، خاف تقصير قصور. قال: حاشا لله، ما رأيت منك أي تقصير أي قصور. وصية ثانية: يا رسول الله، ابنتي من بعدي تبقى غريبة، لا يؤذيها أحد، لا تلطمها امرأة على وجهها. الله أكبر. امرأة ما لطمتها، لك الله أكبر. مكانك، ما أدري أقول مكانك خال سيدتي اللي وجاوزوا الحد بلطم الخد. شلت يد الطغيان والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع أو بالدمع على تلك الصفة. سيدي يا بقية الله، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض الزيوب يوم ينشر اللواء. الوصية الثالثة: قالت: أستحي منك يا رسول الله، بلي أخبر الزهراء بهذه. النبي صلى الله عليه وآله طلع من الحجرة، جد الزهراء. قالت: بني أستحي أقول للنبي، أخاف من القبر، من ضغطة القبر، من ضيق اللحيل. هذا الثوب اللي النبي صلى الله عليه وآله كان لقد لبسه حين نزول الوحي، خلي كفني بهذا الثوب لأحفظ قطعا ويقين أنه الثوب اللي بلي هكذا صفته من دبد واحد يكفن في هذا الثوب. ثم السيدة خديجة سلام الله عليها، هذا الخوف كمال لها، مع أنه بلي هي حتما في نجاة من ظلمة القار. أقول: سيدتي أنت تخافين من ظلمة القار، من ضيق الله، أنا شسو أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكر إياي في قبري، أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً
ثقلي على ظهري. لكن أبشركم يا شيعة أمير المؤمنين، ورد في الحديث شيعة أمير المؤمنين يحشرون مكسوين. يا سيدة خديجة كفنها رسول الله ظاهرا بكفنين من ثيابه. الله عز وجل نزل جبرائيل قال كفنها منا أيضا، فكفنها رسول الله بكفن من قبل الله هدية للسيدة خديجة. سيدة خديجة أكفانها من الله ومن رسوله، لكن ولدها الحسين كأني بالعقيلة خاطب بني هاشم تعالوا لابنكم غسلوا والجبن وياكم دجيبوا، جيبوا قطن للجرح سدوا والحسين على كتابكم شيلوا، جروحة كثيرة لا تلجموا بهداي للقبر تنزلوا. هذا حزين بلا غزل ولا كفن، ترب الفلا والدم الأكفان والغسل. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمامنا صاحب العصر، واجعلنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أفضل الشيعة وخير أنصار. إلهي اجعل عواقب أمورنا خير. إلهي بالسيدة خديجة أرزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. إلهي اقض حوائج مولانا الحج بجاهه وبجاه السيدة خديجة سلام الله عليها، اقض حوائجنا واكف مهماتنا ويسر وأصلح أمورنا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلهنا واشف مرضانا واشف أمراضنا، وتفضل على مرضى المؤمنين بالأخص المنظورين سيما الذين أوصونا بالدعاء، من عليهم جميعا بالعافية الكاملة. من أوصانا بالدعاء بجاه السيدة خديجة سلام الله عليها اقض حوائجها. تقبل اللهم هذا المجلس الشريف من المؤسسين والساعين والحاضرين والسامعين ومنا بأحسن القبول، أطل أعمارهم وأعمارنا في خير وعافية مع حسن العاقبة في طاعتك وفي خدمة أهل بيت نبيك وإحياء أمرهم، وتغمد أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين بالأخص الذين أوصلوا إلينا معارف أهل بيت نبيك علمائنا الربانيين وخدام سيد الشهداء والشهداء، تغمدهم جميعا برحمتك الواسعة واغفر لهم، وأبلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.